السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، انتم في احسن الاحوال. شكرا شكرا لكم بزاف بزاف على التعازي ديالكم لسناء ولشيماء. كنوب عليها انا كتقول لكم الله يجازيكم بالخير، شكرا لكم بزاف، شكرا لدعواتكم بالرحمه للحاجه، الله يجازيكم بالخير. فكما تفكروها في صلاتكم دعيو معاها بالرحمه والمغفره يا ربي يا ربي، الله يتبنى عليها مسلمين والله يجازيكم بالخير. بالنسبه للناس نتاع الرباط اللي الله يكرمكم على كلامكم الطيب اللي رحبتوا بيا ورحبتوا بوليداتي، الله يجازيكم بالخير، الله يحفظكم وينجيكم. هاد النهار انا في مكناس دابا، انا اليوم يوم يومين مازال جالسه شويه بزاف الحوايج عندي. غتشوفوا معايا البارح كانت الصدقه، انا صورت واحد شويه، انا ما صورت حتى شي حاجه في الجنازه، لكن صورت البارح واحد شويه نتاع الاذكار والذكر وهذا، صورت واحد شويه حيت كان بصح المقرئ اللي هو اللي كان جا في الصدقه نتاع خالتي مقرئ رائع بزاف، هو اللي كان في 3 ايام نتاع الحاجه، في النهار الاول والثاني والثالث والجمعه. هاد الجمعه نيت كانت هي الجمعه الثانيه نتاع الحاجه الله يرحمها وينعمها عليها، فداروا صدقه اخرى لان الاخ ديال سناء حتى هو ما حضرش، وكانت واحد العاصفه في ميريكان، هو كان في ميريكان كانت واحد العاصفه للاسف انه ما حضرش في الدفينه، ممكن مسكين جاركم عارفين الغربه وحرها، الله يصبرهم كاملين، الله يصبر وليداتها والله يصبر الاهل ديالها والله يصبرنا، كانت زعما الفقدان ديالها ماشي شي حاجه اللي سهله علينا كاملين. الحمد لله الله يرحمها، ونعم المراه ونعم الام ونعم بزاف نتاع الحوايج اللي فيها، زعما كان غادي يكونوا مجروحين في الله يرحمها، الله يرحمها روح يا ربي. والله يقبل الصدقه ديالهم يا ربي. فكانت صراحه صدقه انا صورت واليوم كندير لكم البدايه تاع الفيديو، فكانت صدقه اللي هي بين العائله، بالضبط بين العائله، هي بعضياتهم. وبالنسبه ليا كنت انا واختي وفاء وخويا يوسف كما حنا كنحسبوهم من العائله، فتحنا حنايا هكا ياك، الله يرحمها وينعمها عليها يا ربي. وهذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله نشارك معكم حوايج اخرين نقدروا نشوفوهم في هذا الفيديو ان شاء الله. فشكرا لكم بزاف، انا بغيت نشكر الناس كاملين على كلامكم الطيب وعلى دعواتكم، الله يجازيكم بالخير والله يعطيكم اضعاف اضعاف الخير يا ربي، الله يحفظكم ليا ويخليكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي. الله 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 الله
قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله.
سبحانه ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه في ظلمات الأرحام صورني وابدالي بالإنعام واخلقني ما وطعام ونعايا أستدت بغير قماش أنا مالي في ياش أشعلي يا أمي لا أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني والمداد المداد يا رسول الله واسقينا بالمداد يا حبيب الله المداد المداد يا رسول الله واسقينا بالمداد يا حبيب الله زوجنا في حمد جد يا محمد يا طه يا رسول الله زوجنا في حمد جد يا محمد يا طه يا بحر صعبين الفضل يا رسول الله جيت زوج في حمد جد يا محمد يا طه لا تحرمنا من شفاعتك يا رسول الله سنة ولدتها أشراف سهولها كريمة الزوجة ديال سيدي خالد اللهم تعالى يعطيها فوق ما تمنات اللهم تعالى يحقق الرجاء ديالها في الولاد ديالها وفي الزوج ديالها ويحفظ الزوج ديالها وعطاها يا ربي فوق ما تمنات يا اكرم الاكرمين يشافيها ويعافيها اللهم الوليدات ديالها اللهم اقل العين ديالها بالصلاح ديالها امين يا رب اللهم يا ربي لنا سنة اللهم يا ربي الاغراض ديالك اللهم تعالى يعطيك ما تمنيتي وفوق ما تمنيتي اللهم تعالى يحفظ الزوج ديالك ويحفظ الوليدات ديالك وريما ونوها أشرف اللهم يا ربي اجعلهم ذرية طيبة بعضها من بعض اللهم يا ربي اجعلهم العلماء النجباء الصالحين احفظهم كل أذى وسوء اللهم يا ربي احفظهم خير على خير اجعلهم لك ذاكرين اجعلهم لك أواهين اللهم يا ربي اجعلهم ذرية طيبة بعضها من بعض اللهم عن بهالدعاء جميع الحاضرين يا ربي اللي بهموم اللهم فرج عنهم يا ربي اللي مرض اللهم شافيه يا ربي اللي ميت في العيد اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا ربي حقق الرجاء ديالنا جميعا برحمتك ارحم الراحمين يا رب العالمين كما كتشوفوا معايا غنخرج دابا من بعد البارح كان صدقة صراحة غنخرج انا وخالد دابا باش نشوفوا شي حويجات خاصينا واخا حنا تعطلنا معليش كانت شويه نتاع الخدمه كان شويه نتاع الجره ملي كنجي صراحه كيكون عندي مواعيد ولا رونديفويات في البيرو من بعد كنمشي عاوتاني للخدمه ديالي الصناع ديالي اجلي الباتيق فطناتي داكشي عاوتاني اللي كنبغي وكنموت عليه ما نقدرش زعما كان صراحه نخلي هذه الخدمه اللي انا كنشوفها زعما كاين شي حاجه كبيره بالنسبه ليا هنايا هنا راني كنصور معكم بيت النعاس تبدلت بزاف الحاجات ان شاء الله نبارطاجي معكم كل شيء نشارك معكم هذا الشيء اللي تبدل انا قبل ما نمشي راه بزاف نتاع الحوايج صاوبتهم في الدار بدلت لاكاف بدلت بيت النعاس بدلت الصالون زعما شي حوايج بدلتهم زوينين بزاف ان شاء الله نبارطاجي معكم كل شيء الله يعطينا سلامه الوقت وبركتها يا ربي ومني مشيت سافرت وانا كنقد ولا مني مشينا رحلنا زعما ما رحلتش الحوايج الصراحه مازال الدار هنايا مازال دويرتي مازال دويرت وليداتي دويرت راجلي مازالين الحمد لله نمشي ونجيو لها بالسلامه ويصرفنا عليها ربي بالخير دار اللي صوبتها بشهوتي كما قالوا بشقايا بدراعي ربي صرفنا عليها بالخير يا ربي ونعيشوا فيها اوقات زوينين وماشي عيب اننا زعما كنعاودو نشوفوا حياه اخرى ولا نشوفوا مدينه اخرى صراحه الرباط زوينه بزاف وهادشي اللي اليوم غادي نمشي انا وخالد باش نشوف واحد السيد كيبيع خاصني ديكورات خاصني شي حاجه اخرى د الماعن
صراحة أشرف قال لي ما تهزي ماما حتى شي حاجة من دارنا، حتى حاجة، خلينا دارنا، خلينا مي عدناتنا، بغيت نجي لدارنا ونجلس فيها ونستقبلوا ضيافنا ونعيشوا فيها العطل، نجي ونجلسوا فيها. دونك إن شاء الله يا ربي كما قلت لكم مازال نجيو لهنا ومازال نشارك معكم بزاف الحوايج هنايا في هنا في مكناس في داري. كما قلت لكم بدلت بزاف نتاع الحوايج، ان شاء الله يكونوا افكار لي زوينين اللي يعجبوكم. دابا غادي نمشي انا وخالد باش نشوفوا شي حوايج وغنشاركهم معكم، تشوفوا معايا شنو غادي نشري ونخضريكم في بزاف نتاع الحاجات. خليكم معايا في تتمة هذا الفيديو ان شاء الله. صراحه حنا العيالات من ما كنتسالوا شويه من التقضيه والشريان. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي الهبل، شي كلشي كيحمق. شديتك عليك يشديني. هادو ديجا راهم عندي صراحه، شي حاجه اللي كتعجبني، كادو كانوا جاوني من غزلان، فصراحه زوينين وبغيت ناخذ لهم طبايق. الحمر اييه هادو حتى هما عزلتهم. واخا الله يجزيك بالخير. شوف شوف خالد، شوف هاد الكيسان شحال غزالين 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 غزالين، مخوى الصراحة، تبرع نتاع الضياف. شوف الضياف يتبرعوا فريمون غزالين. انا شت قبيلات هادو عجبوني، يجوني مع ديك الصلاديه اللي عندي غيجوا معاهم زوينين، ولكن هادو راه ما خلاوليش يحس العقل، غير غزالين. شو شحال كيحمقوا كيحمقوا ها، عرفتي تبارك الله تقالين. انا نسولو بشحال، وهذه هي القرعه ديالهم، ممكن بزاف هادو غزالين. شوف كاين هادو ما عرفتش علاش عجبوني ياك. شوف عم حسن هادو ولا هادو ولا هادو، ها شنو هاد اللونين ذوقنا بحال بحال. ولكن شوف شوف خالد هزت، شوف الثقل ديال شي شحال غزال. نسيت نضرب معكم دويره لان فريمون تبارك الله هذا في مكناس عنده داكشي رائع. شوف هاد النوع اخر نتاع الطبايق شحال زوينين، وهادو حتى هما كيحمقوا، ولكن بصح هادو تقالين. عرفتي باش تحلي تجيب لي تميرات ولا تجيب لي بزاف الحوايج تقدروا تسربيو فيهم بونيغ، طبايق بلديين ديروا فيهم الحلوى وداكشي، تقال تقال تقال، ولكن شي حاجه نتاع تبرد القلب صراحه. شوفوا معايا هاد الطابلو، هذا خديته فريمون شي حاجه واعره بزاف 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 بزاف. شوف 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 شوفوا معايا شحال غزال غزال. عجبني هو وعجبني هذا، هذا تقريبا بحال اللي صوبت انا عندي هنايا في الدار نتاع مكناس. هو هذا كنت دفعته، هذا واجد ناضي، المهم اختاريته هو. وهذا هذا فيه معودات ولا عدو برب الفلق صراحة. زوين عندك مشيت قدرة كنعود في عينيكم، راني كنبغيكم كما كتبغيوني. مي طابلو غزال، نبعدو لكم هكا زوين. هادو حتى هما عجبوني شحال غزالين صراحة، كلشي تبارك الله رائع وزوين. مي هادو كنت خديتهم، هاد درتهم في البيرو نتاع أشرف فحالهم. هاد لي بواط أنا درت فيهم تمايا، كي درت فيهم طبخيره ودرت فيهم الجميرات وداك الشيء. هاد لي بواط زوينين، يقدروا تحطوا فوق طابل دنوي، يقدروا فوق الطبله، زعما بزاف د الحوايج يقدروا يداروا فيهم. هاد الكويسات د اتاي زوينين حتى هما، غنوريكم واحد الكيسان د اتاي عجبوني غنوريكم. سمح لي يا خالد، شوفوا لي شوفوا لي هاد الكيسان د اتاي، غنوريكم الموف. شوفوا معايا غزالين غزالين تيحمقوا. كاين شي حوايج كيشهيوك في كويس داتاي، في كليسة في الضياف، لما يعني ملي كيكونوا زوينين وموجدين الطبيله زوينه
كتشهي حتى تعرضي على الناس وكتفرحي حتى ملي كيجيوك الناس تقبلين بواحد الطريقه زوينه. شوفوا معايا هذا الطباصل مدوزاتي، انا صراحه بغيت واحد كبير بحال هكا، بغيتو للشلاضه للضياف، وفي نفس الوقت تحت بلاطو الحلوه غزال. هو قال لي خاصك تحطي بالك راه اي حاجه تقدر تجرد ولا تجرد ما كيبقاش زوين. دونك هادو انا اللي عجبوني، هادو هما اللي خديت دابا عجبوني، هادو جاوني هكايا التمار دوازاتاي بريوات بزاف تاع الحاجات. هادي عجبتني النوكا غادي تجي غزاله، بونبونيير كتحمق هي ثقيله ولكن شي حاجه غزاله. سمح لي عذبتك الله يجازيك بالخير. هادي وحده اللي بقات لك نيت منها جد الاخرى، كاينه حتى العسليه ها هي. انا اختاريت الاحمر حيت المهم جاتني بلديه وهكا يا زعما كاين كنتيجات عليه. هلا خديت حتى حوايج اخرين زعما كنا راه ضغط، انا ضغط ولكن شحال من حاجه صراحه عجبتني. كان طابلويات رائعين، تريات كيحمقوا، انت عندي شي تريات نتاع الصالونات بلديين من خوه. هاد السيد راه جاي في خالد، شنو سميت هاد البلاصه؟ شارع النصر. في شارع النصر حدايا ها ماشي كوشاي عف قهوه تم عيشه اقامه خديجه في شارع النصر، اقامه خديجه هو اللي كاين هنايا كنظن، ياك هو اللي كاين هنايا. فصراحه عنده بزاف نتاع الحوايج اللي زوينين زعما، الا بغيتو تاخذوا شي حاجه اللي زوينه. المهم كما قالوا حتى اللي ما شريت نزهت تشوفوا شي هاد شو ما شوفوا معايا. انا زعما الصراحه فعادتي انا ملي كنكون شي حاجه زوينه كنبغي نبارطاجيها معكم، كنبغي نشاركها معكم باش ملي تبغيوها حتى نتوما ولا توقفوا عليها تلقاوها قدامكم. شوفوا هاد شحال غزال، شحال هذا؟ شحال هذا سي حاتم؟ تريو. تريو شحال؟ 800 درهم. 800 درهم ما سمعتش قلت والله الا الصراحه زوين. ما يكحل ما والو. خالد شوف هادو تريو 800 درهم ها؟ شوية الوانات باهتين على هذا. ما جايش عالية بحال أخرى ولا ما جايش هابطة هكا، هادو ب 700 درهم وهادو ب 800 درهم. هادو ما حيت ماشي هادو اللي سولت انا، هادو هاد الطبقه الصغيره ب 1000 درهم وهادي ب 1200 درهم، ولكن هادي هي اكبر طير هم كبارين. ف شنو اخر عجبتني هادي، انا قلتلوش على هادي عجبتني الصراحه. شوفوا شحال جات غزاله ومختلفه. هادوك الصراحه ماشي غنقولو دي موضه ولكن طلعوا في الراس بالشوفان، الاخرين اللي كانوا هكايا دايرين كانوا عاجبيني البلا ولكن راه ميمكنش في ممشي تكلقاهم. هذه جايه فيها هنايا فحل تقدروا ديروا فيها شي بزاف نتاع الافكار زعما اللي يقدروا يجيو فيها، وفي نفس الوقت اباجور. وانا عجبتني الصراحه فواحد البلاصه في بيت النعاس مزوينه، حتى هاد العيبات كيجيو زوينين. واخداها انا لولدي فوق البيرو، كيجيو زوينين فوق البيرو فوالا. هادي تاع الكريستال، هذا هو المحل الصراحه بزاف نتاع الحوايج زوينين. ها انتم شوفوا معايا، شوفوا هاد المرايات، ها انتم تقولوا ما كنعزلش معاكم لداركم وما كنشاركش معاكم، انا نشارك معاكم الاثاث نتاع الدار كامل ان شاء الله. مازال ما كنعرفش فين دورتنا فين نشري فين هذا، بزاف نتاع الحوايج مازال ناقصيني. وانا زربانه باش تكون الدار ان شاء الله زعما يمكن كامله باش نجلسوا هي مرتاحين. ما عرفتي انا من في داك بودارك، هادشي اللي عطى الله داكشي علاش كنتزرب. هاد الله يعطيك السر شحال دايره هادو، هاد الكيسان هادو 1300 ولكن راه شنو هاد الزاج ديالاش؟ كريستال تاع طاليان.
هادو ديك كريستال طاليان ميل 300. والله الا غزالين غزالين، ما ناخذهمش دابا، ممكن ان شاء الله المره الجايه. انا راه شي كنمشي لحاجه كنبقى ندورها في راسي وكنلقاها كنرجع عليها. بحال هادو شحال وانا مشيت ومشيت، دابا عجبوني صافي، دورتهم في راسي وجيت عليهم. كتجي هاد المجموعه كامله فيها 6، كتجي رائعه في الحطه. غنحطهم ضروري غنشاركهم معكم. الله يا ربي، نشوفوا البول اللي جاب ليا. شوفوا معايا حتى هادو عجبوني، هادي الزيت الصغيره شوف غزاله غزاله، حتى هادو ناخذهم زوينين زوينين زوينين. فوالا هادي تقيلة مع ساكي وكلشي مهزوز. فوالا ناخذ هادو ان شاء الله. يا ربي هادو كيجيو غزالين كيجيو غزالين غزالين، كيجيو زباكم. شوفو معايا عرفتي هادو في دوك المقازات الغاليين كيكونو بالتوامن. انا خديت ديك النهاريات والله الا من تما خديتهم غاليين، وبقيت كنقول صافي ما نعاودش، خلي حتى نمشي لبلاصه فين كنعرف ونمشي نتقدى. بحال هادشي بزاف نتاع الحوايج الصراحه اللي زوينين. شوفوا معايا هاد التريه، ناري هاد التريه حمقاتني، ما عرفتش شكون اللي ذوقو بحال ذوقي. عجبتني عجبتني بزاف عجبتني بزاف. ديك النهاريات كنت جيت لقيت ديك اللي كتكون في الارض محطوطه من الارض وفحال هكا عرفتي غزاله غزاله كتبان ديك شخصيه. حطيت شي في الطوموبيل اللي خدينا، ها هو سميت المحل باش تعرفوا. دونك هو راه واري صراحه، هنايا كاينه كافي ريستورون حداه، وكاينه في هذه هي شارع النصر. هو هذا الناس نتاع مكناس راه غادي تجيهم يجيهم النعت سهل. هاد الطريق هي اللي لمشينا طوله تخرجنا للسباته. دونك هنا كما قلت لكم هذا هو المحل، وصراحه التعامل زوين وكل شيء كاين، وحتى مجيت الثمن زعما كما قلت لكم بلايص اخرين غادي تلقاو ثمن مناسب. ما كاينش نمرتو التليفون، ولكن المهم راه واري واري. تخرجوا من جهه سيدي سعيد من جهه رياض تلال كما قلت لكم السباته راه هنايا. صافي هادشي اللي كاين، روان مزيان يا روان مزيان. الناس مكناس هادي ولا الناس نتاع المدينه القديمه، هادي هي البلاصه المتنفس في المدينه القديمه. يعني كتخرجي من جهه قبد السوق من الهديم من هذا، وكتهبطي على الطريق هادي، الطريق نتاع السونتر فيل نتاع حمريه. دونك حنايا دابا ملي جيت من عند المحل مشيت من عند هذاك السيد اللي بارطاجيت معاكم، مشينا خالد قال لي راه كاين واحد المعرض، مشي شوف لي ديك القصعه نتاع شينا خشب هذاك الخشب نتاع القرقاع، القصعه نتاع القرقاع. وشافها لي حيت كنت بغيت واحد الحجم فيها واحد لاطاي كبيره، بشحال خليها لك 700 درهم قال لي 600 600 في الاخر حسبها لك. فالعبار ديالي انا صراحه مازال، لان فاش وصلت دابا وشت وكنت شفنا في المعرض نتاع الخشب اللي كان قبل كانوا دارونه في جهه اسواق السلام ولا حدا أسيمة، حدا أسيمة كان ما عندناش أسواق السالم. من عاد كنتسكر كنقول أسواق السالم ما عندناش مكناس، وي شتي حيت حنا حدانا أسواق السالم، داكشي علاش باش كنشوفها يوميا. إيوا وكان كان عندهم ديكورات غزالين غزالين تاع الخشب. قال لي خالد راهم داروا واحد المعرض في الهديم في القاعة اللي كانت من قاعة الأفراح اللي قدام باب منصور أون فاس، كيقولوا لها قاعة مبخرة ياك خالد، فتما ياكل من التحت دايرين واحد المعرض. فأنا وصلت معطلة، وصلنا حتى لشي العشرة ولا العشرة الأرب. قال لي خالد حيت كتكون ديك البلاصة زعما الصراحة عامرة، قال لي راه يكونوا مازالين ومازال الضوابط. ساعة مشينا لقينا واحد العرس تماك، الله يسخر ليهم يا ربي. شوف سبحان الله العظيم، الدنيا واحد كيتزوج واحد كيموت واحد كيتولد، سبحان الله العظيم، الله يسعدهم في حياتهم يا ربي. يا ربي يا ربي. وصراحه دابا كنا كنهضروا انا وخالد على داك الاستقرار وديك الراحه النفسيه، الراحه داك الاطمئنان ملي كتكون عايش واحد الحياه وانت مرتاح فيها. سورتو ان انا بغيتك تقولي واحد الجمله، قولها نتايا وليني نوي عليا. يلا قولها ونعاودها موراك. ان تستحيل الحياه بدونك. نعاودو موراك.
شكرا شكرا صافي راه سمعوك راه كنشجعك. الله يحفظك الله يحفظك. صراحه كنا كنناقشوا هاد الهضره وكنهضروا هكايا وقال لي زعما كن صراحه ملي كنبقى نشوف كنقول مستحيل انني نعيش زعما ياكين نعيش بلا بيك وهذا كنقول قلت له سبحانك يا جليل. شتي فاش كتكون مرتاح كتكون مرتاح في زواجك مرتاح في حياتك شي حاجه اللي زوينه والله العظيم شي حاجه اللي زوينه. انقلب الكاميرا واخا الظلام ولكن باش نطلع لكم وباش نشوفكم. فبصراحه ملي كيكون الواحد مرتاح في العلاقه الزوجيه ديالو ومطبيعه الحال بوليداته فشي حاجه اللي زوينه كتجلسي مرتاحه اي تصرف كديريه انت كتكوني صافيه مع ضميرك ومع الله سبحانه وتعالى وفي حياتك شي حاجه اللي رائعه وزوينه زوينه بزاف. فاش كتكوني جالسه وانت عاتي كتقولي يا ربي نتفارق يا ربي تسالي هذا الشيء يا ربي نعس ونفيق القراصي كاع بوحديتي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. احساس زوين الاستقرار زوين احساس نتاع الطمانينه انك تحسي براسك مع راجل بمعنى الكلمه ماشي ذكر وصافي على انه زعما يمكن كيستغلك كيضرك كياديك داكشي. فالحمد لله الحمد لله عوض الله زوين. الحمد لله الاستقرار زوين وهذا الجواب كنجاوب بعد الاسئله زعما كن ما بغيتش زعما كنطرق الاجوبه لان فريمون بصح وليت كنحاول انني ناخذ الكلام الطيب ولا ناخذ الكلام اللي هو ايجابي في حياتي ولا الحوايج ولا الطاقه الايجابيه. نشوف شحال لي الضو الطاقه الايجابيه سمح لي خالد فوالا شويه زعما وصافي ماشي شي ضو ناخذ الطاقه الايجابيه في حياتي بالناس الزوينين في حياتي. فهذا الشيء هو علاش غادي نجاوب بمختصر ما بغيتش نقول الاسئله ولا هذا اللي لقيت في اخر فيديو. راه غالبا غادي يكون الناس راه حتى الناس جاوبوا ان حشومه هذه الاسئله ولكن هذا جواب بمختصر ان الحمد لله ملي كتلقاي واحد الشخص اللي كيخاف الله واللي كيراعي الله فيك وفي وليداتك وفي عائلته راه شي حاجه اللي راها زوينه بزاف. اللهم لك الحمد يا ربي كنحمدك ونشكرك. هادشي ما كيمنعش ان الواحد فاش كدوز عليه بشي طريقه خايبه ولا تدوز عليه شي ايامات خايبه ولا اعوام ولا سنين خايبه يحتسبها الله ويعرف بان ربي راه مادام داير لك هكايا راه مخبي لك شي حاجه زوينه. راه كاين واحد النهاريات غتعيشي واحد الحياه زوينه ماشي بالضروره ربما حتى داك الشخص اللي راه هو زعما كينهديه الله ولا شي ولكن المهم كاين شي حوايج اللي ربي اللي علم بهم ربي اللي عارف ولا حكمه علاش. وسبحان الله راه كاين شي حوايج اللي كنعيشوهم خايبين وكتكون موراهم واحد الزريعه زوينه واحد الثمار زوينين وشي كيدوز في وجه شي ويصوب الله وفي الاخر المطاف ربي كيخلص وربي كيجازي كل واحد على نيته سواء زوينه ولا خايبه. ملي كتكون نيتك زوينه وما كيكونش في قلبك الغدر وما كيكونش في قلبك ربي راه كيجازيك والعكس صحيح. راه زعما يا ربي يا ربي يا ربي السلامات كفينا شر الناس الخايبين وملاقتهم ملاقية ديالهم ولا عشرتهم الله يكفينا شرهم. هادشي اللي كاين في خالد بغيت نقول واحد هو الانسان اللي تيقل بيضر الاخر راه هو اصلا راه تيضر راسو قبل ما تيضر هذاك الطرف الاخر صح. الدرجه الاولى لحقاش هو اصلا تيعيش مع راسو الخيوبيه مع راسو هو بوحدو راه خايب مع راسو يعني طبيعه الحال ما يمكنش تصدر من شي حاجه خايبه بشي انسان طيب ولا انسان اللي هو كيخاف الله. هادشي اللي كاين هذه من جهه ثانيه راه يستحيل هذاك واخا تتادي هذاك الانسان راه بقدره الله عز وجل راه ما اديتيهش بالعكس راه ما اديتيهش راه اديتي عاد تقلتي على راسك. هادشي اللي كاين تزيد تقل على راسك. اما من الاحسن ان الانسان فهمتي ما يحاولش يبقى يفكر خايب باش يتصرف خايب. انا تنهضر عامة ما تنهضرش بالخصوصيات لان يعني الانسان اللي تيفكر يادي واللي المهم
تدرخوا المسلم بشي طريقه الحياه اليوميه ديالو تخربق بحكم داك تيكون عايش صفاء واحد الوقيته تدخلوا داك الزوبعه في حياته هذاك اوتوماتيك مفاجاه تغيروا حياته اليوميه راه تيبقى يدعي الله سبحانه وتعالى وراه تيستجب له اوتوماتيك وراه تيستجب راه في ديك الوقيته راه ربي تيصلد عندك شي ابتلاء يمهل ولا يهمل ماشي مرض اسمح لي كان خالد كيهضر والتليفون بحال ما ولا مره واش عمر ولا ما شنو وقع ليه انا التليفون اللي دي كان شرى لي اشرف مثل دابا ما بدلتوش انا شرى لي اشرف الله يرضي عليه شرى لي ايفون 16 مازال ما بدلتوش لا اله الا الله الدهاوي زعما كان البنات بدلو تليفوناتهم وانا ما عرفتش موالفه زعما دغيا هي الاولانيه الحداقه يمكن هذه المره ما عاد مازال عندي الفشل مازال تليفوني عندي 14 ها اي ما صحيتيش يمكن فعلا قديتي تكمل خالد عاقل فين حبستيه اه لا هي رحنا دابا كبشر واحد مع الاخر تنسميه وما عارفش الانسان باش يلاقي سي ربي كاع هو انا دابا تنهضر بتجربتي اللي تنشوف اليوميه داكشي اللي كنعيشو تنشوفو قدامي دي زيكزومبل بزاف هما هادوك الناس اللي تتاديو ربي راه تياديكم في الدريه ديالكم ولا في صحتكم ولا في الانفوس ديالكم انا كتلقاك مريض وما لاقيش العلاج اي بوحدك تلقى راسك انك ديجا يعني حتى الجينات ديالك تلقاهم خايبين كادي ينتظر منك هذا الانسان انك تتعامل مع واحد الانسان دابا وحق الله واش شي تصرفات نشوفهم مع ناس وحدين اخرين وهذوك الناس لا حول ولا قوه الا بالله تقلب ياديه تقلب ياديه واش شنو تنتظر من هذاك الانسان راه شكون عنده رده الفعل اما اي سكفوف الله سبحانه وتعالى ولا اعظم حاجه يتخلي ربي اللي ياخذ لك حقك عرفتي باش ربي ياخذ لك حقك اكبر جواب دابا كنهضروا ديزين حدا واحد مقبره يعني الانسان فاش يدوز بحال المقبره يتفكر خرتها موت يعني الانسان شوف هذاك الانسان اول قبل ما اي تصرف غادي نتصرفوا مع ذاك الشخص كما كان واخا يكون خايب ولا مزيان تلقى فيه الله الا سترتيه ولا تعاملتي معاه مزيان راه تدا فيه الاجر بالدرجه الاولى ربي راه تيزكي لك في وليداتك وفي رزقك وفي صحتك وفي السلامه ديالك حتى تمشي في الطريق راك تتاكل راك تتعامل مع الناس راه ما تعرفش الانسان ربي باش يلاقيها ولهذا انا تنقول زعما الانسان يخاف الله في راسه عاد في غير ولا خفتي الله في راسك تقيتي الله في راسك ريما كتصوني علينا بيضه يا الاول شوفوا اصلا نعاود انا اللي نعاود سريعه دغيا فاصل اشهاري لا صافي ريما حيت عيطات المره الاولانيه المره الثانيه وصافي زعما غنقول الله يسمعنا خير ساعه الحمد لله انا كنهضر معكم بواحد الحراره عندي لداخل لحقاش شويه الحالات واحد الحالات فريمون الحمد لله ان ربي قدرني ان تكون عندي واحد القوه نفسيه ماشي شخصيه قوه نفسيه عطاها لي الله سبحانه وتعالى لان انا كنت كنفكر اني ندير شي حوايج ماشي هما هادو كندير شي حوايج بما يرضي الله ندير القانون ديالي ولاني وقفوا لي شي ناس منهم الحبيبه ديالي سنه وقفت الام ديالي قدامي كنت يعني فيها لا كارير ديالي فيها بزاف د الحوايج ولاني الحمد لله ان هذاك الناس بانوا على الطينه ديالهم وانا ما مصرف فيهم الا الخير وحق الله الا غير الخير جاني من ذاتي تصرفت في الخير وهذاك الخير ما قرش سبحان الله بحال تزرع شي زريعه في واحد الارض هي هذيك الارض زوينه وعطاتك الشوك هنا تزيدك سميتو الله سبحانه وتعالى وتقول سبحانك يا خالق لا اقل ولا اكثر تقول سبحانك يا خالق هذه الارض هذه عطيت فيها انا الزريعه وعطاتني هي الشوك كيفاش تما تتحط واحد علامه الاستفهام وتترجع الله وتتبقى هي تشوف بعينك صافي من بعيد السلام هادشي اللي نقدر نقول عليه الصلاة والسلام صافي الله يصاوب من عنده الله يصاوب من عنده شوف سبحان الله العظيم أي حاجة في الدنيا تنقول كاين شي حاجة بحال دابا أنا كنقول الحمد لله
وليدات صالحين، وليدات بصحيحتهم، يا ربي يا ربي تحفظهم، يا ربي تنجيهم. الحمد لله حنايا بصحيحتنا، الحمد لله كنعس بخيتنا وحنا مرتاحين، الحمد لله كنسمعوا دعوات من الناس نتاع الخير، الحمد لله كنتلاقاو ناس طيبين في حياتنا اللي حتى الكلام طيب طيب. عرفتي باش تسمعي، باش تسمعي انت قدوه ديالي، وباش تسمعي انت انا راني فخوره بك امراه مغربيه، وانا عتي وناسي زعما سبحان الله العظيم وحق الله العظيم الى بفخر بفخر كنفتخر انني يكون ديك الناس متبعيني. وهذا كنقول يا شو سبحان الله العظيم، انسانه كنت عاديه، كنت ما شي غنقول محقوره ولا شي حاجه، الحمد لله مي انسانه عاديه كنعيش حياتي بحال اي امراه مغربيه مقابله وليداتها، شو مقابله وليداتها، مقابله دارها. مي سبحان الله العظيم ماشي كلشي دائما كيكون عندنا زوين، فالحمد لله كتبدل حياتي من ديك الانسانه اللي هذا المجتهده اللي تيقه في راسها، تيقه في القدرات ديالها، في خدمتها، في شخصيتها، تيقه في الله سبحانه وتعالى اكثر من هذا الشيء ان ربي راه معايا. ايوا الحمد لله هذا الشيء اللي كان، الحمد لله على كل حال. احنا مدبدبين في الدنيا حتى ربي يدير لنا شي تاويل لينا وليكم، تاويل نتاع الخير يا ربي. وكما قال خالد راه اي واحد كيضر، اي واحد كيضر خو المسلم اتقى واحد النهاريات عقاب الله سبحانه وتعالى. انا بعدا كاين شخصيا انا على راسي مخض جاي مزعتر في هذه الوقيته والله العظيم شي جدو كيدير فيا زعما يمشي على راسو. كنقول على راسي المهم ماشي انا بوحديتي اللي تظلمت، ماشي بوحديتي اللي كانت تظلم، وماشي ماشي ماشي مي كنقول كنقول سبحان الله حتى اللي كياخذ لي شي حاجه ما يستحقهاش راه راه كياخذ لي العافيه صافي. هادشي اللي كاين، والذنوب نتاع الوليات صعيب، والذنوب نتاع اي واحد ضرك سواء انا ولا الضر راجل ولا الضر ولد ولا بنت ولا شي حاجه، الذنوب صعابين. والدعوه، الدعوه نتاع المظلوم يتقها الظالم، يتقها الظالم، الدعوة نتاع المظلوم خايبة. إيوا المهم طوال تعجبني الحال معاكم وكل شيء، لا إله إلا الله. بديت الفيديو معاكم بواحد بالقرآن إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديوهات اللي هما زوينين حماسيين وزوينين في حالكم. شكرا للتتبع ديالكم والقلب الزوين ديالكم والدعوات ديالكم، الله يحفظكم، الله يجزيكم بالخير، وسلام خالد ليكم حتى هو ياك. سلام حار، الله يعطيكم ما تمنيتوا في الدنيا وفي الاخره. كل ما كنتوا طيبين والله ما عمري ربي غادي يخيبكم، ولكن كل ما كنتم شريرين هضري مع الزوينين واوتوماتيكوم حنا كنكونوا مع الطيبين. هضري مع الزوينين، الناس اللي تنجوا لهم الخطاب الطيبين، حنا كنحاربوا الشريرين. بدا الحوار هذا لا عقل ولا ما شات حرب والله اللي شرير ما تقد عليه. انا بعدا شابو ليكم، شابو ليكم، شابو ليكم، تعيشون وتموتون ظالمون، وغادي تموتوا ظالمون. لا اله الا الله، الله يغفر لنا ويسمح لنا ويتجاوز علينا يا ربي، والسلام عليكم.